سريعة، نقطة سريعة عن موضوع عدم استعمال العرب للمهماز. تكلم طبعا عن النقطة دي كثير جدا في اليوتيوب، اللي يبغى شرح مفصل يرجع اليوتيوب. لكن بيت معين لامرئ القيس كان يتحدى فيه علقمة الفحل التميمي أو علقمة ابن العبد التميمي، اللي هو لقب بعد القصة هذه بعلقمة الفحل، شاعر معروف جاهلي. البيت هذا اللي بتكلم فيه يثبت إثبات قطعي عدم استعمال العرب للمهماز ذاك الوقت. طبعا ما احتاج أثبت، لأن زي ما قلت أثبت بشياء قوية جدا، بس كان بادي البيت قبل شوية تغنى فيه فقلت أقوله بشكل سريع. القصة كانت بين امرؤ القيس وعلقمة اسمها علقمة الفحل التميمي، اسمها الحقيقي علقمة ابن العبد التميمي أتوقع سمي الفحل بعد القصة هذه. أقوله بشكل سريع ثم أذكر البيت اللي يستعمل كدليل ما استعملوا المهماز ذاك الوقت. القصة بشكل مختصر أن امرؤ القيس كان متزوج واحدة وما كانت مرتاحة معه، فكانت كارهته، وعلقمة كان عنده وتحدوا في القصيد. امرؤ القيس كان أشعر الشعراء وذا قال أنا أشعر منك، فتحدوا فقال أقول ولا تقول، امرؤ القيس يكلمه. فالرواية تقول أن قال علقمة قال لا أنت بدأ وأنا برد عليك، لأنه يرى أن أسهل الرد أسهل من أنك أنت تكلم في البداية. فقال امرؤ القيس قصيدة طويلة جدا، ثم أجابه علقمة بقصيدة وحكمت زوجة امرؤ القيس لعلقمة فطلقها. قال أنت حكمتي له فقط حبا فيه مو بعشان القصيدة أفضل، فطلقها قام تزوجها علقمة فسمي علقمة الفحل. السبب اللي فضلت هي قصيدة علقمة عليه هو البيت الفلاني اللي بقوله الآن اللي يثبت عدم استعمال المهماز، ورد علقمة أيضا يثبت عدم استعمال المهماز. امرؤ القيس قال قصيدة طويلة، قصيدة طبعا نفس التواتر أو الترتيب اللي معروف عنه، اللي هو يبدأ بالغزل ثم المطر ثم كذا ثم يصف الحصان. أثناء وصف الحصان ذكر أشياء كثيرة، وذكر من ضمنها طريقة تحريك الحصان وسرعته أثناء اللحاق بالغزلان والمها وغيره. يقول فللساقي ألهوب وللصوت درة وللزجر منه وقع أهوج من عبي. يقول لما تطق بساق تستعمل رجوك عشان تحركه ألهوب تحرك من لهيب، وللصوت درة يعطيك كل ما عنده، وللزجر منه وقع أهوج من عبي. وإذا صرخت أو زجرت أثناء التحريك يتصرف كأنه مجنون، يجيب كل ما عنده بطريقة كأنه مجنون، كأنه شخص مجنون. طب وين المهماز؟ لو كان بالفعل مستعمل المهماز كان بيجيب طريق موضوع المهماز في التحريك، جاب الساق وجاب العصا وجاب المزاعق ومصارخ ولا جاب طريق المهماز. مستحيل يكون معه مهماز وما جاب طريق في البيت هذا. فوق 1400 سنة جاهلية إلى وقتنا الحالي جميع الأشعار بدون استثناء جميع الكتب بيت واحد، فقط بيت واحد يذكر المهماز أثناء توجيه الحصان أو تحريك الحصان عند العرب ما فيه. ما نثبت كثير طبعا بالإنكار نص صريح أن العرب ما استعملوه، زي ما كتاب الرسولي اللي هو الملك اليمني اللي قرأته في اليوتيوب وغيره. بس الفكرة هذا كان البيت في بالي زي ما قلت بشكل سريع. ففي ذكر للضرب أو العصا، في ذكر للطعطأة أو اللكز واستعمال رجول الساقين، وفي ذكر للمزاعق أو صارخ، ذكر للشكايم، ذكر للسرج، ما في أي ذكر للصدارة، ما في أي ذكر للمهماز، ما في أي ذكر للإنشاد فرضا. فأبو دوات يشغل مخه في النهاية. علقمة أجابه، هذا اللي خلاه تفضل قصيدة عنه، يعني يوم وصف حصانه قال فأدركهن ثاني من عنانه، يعني الحصان لحق الغزلان والخيال اللي فوق سانده. فأدركهن ثاني من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب، رائح المتحلب المطر، يعني شبه الحصان بالمطر بسرعته، وإنه لحق الغزلان هو سانده ما بعد حرك الحصان أو ضربه أو جلده أو صرخ عليه. زي ما قلت هذا سبب إنه خلاه امرؤ القيس يبدأ. سهل ترد على شخص قال إنه حرك حصانه بكل الأشياء هذه وتقول إني حركت حصاني وأنا سانده. فهي لما حكمت زوجته قالت إن حصان علقمة أطيب من حصانك، لحق الغزلان وهو راده، بينما أنت عشان تحرك استعملت رجولك والصوت والضرب. فأنكر الشيء ده، أنت فقط كرهتني وحابته فطلقها وتزوجها علقمة. مع بعض الروايات تنسب البيت ذا لامرئ القيس في قصيدته وعلقمة قال شيء آخر، لكن الرواية اللي تقول إن علقمة قال الشيء هذا هي اللي خلت إن الزوجة تفضل علقمة على امرئ القيس في القصيدة. طبعا ما في مجال المقارنة بين علقمة وامرئ القيس، امرئ القيس أفضل بمراحل، قصة مشهورة. لكن كطبقة شعراء معروف إن امرئ القيس الطبقة الأولى أو تقريبا أفضل شاعر عبر تاريخ العرب، لكن في القصة دي مشهورة إن فضلت زوجته علقمة عليه، هذاك سمي علقمة الفحل، وكان زي ما قلنا اسمه الظهر علقمة العبد التميمي، ومن أشهر شعراء بني تميم ذاك الوقت في الجاهلية. وهو لي فك أخوه من أسر النعمان، مو بالنعمان بن المنذر حق المناذرة، توقع النعمان الغساني أحد ملوك بني غسان حسب ما أتذكر، إنه راح ومدح الملك
طلع اخوه الظاهر اعطاه جميع اسرى بني تميم اللي معه، مو بس اخوه، كان في 100 شخص وكان يبغى اخوه فقط، طلعوا معه 100 بسبب قوه قصيدته، هو شاعر قوي. البيت علقمه لما قال فادركهن ثاني من عناني يمر كمر الرائح المتحلب، لو اني استعمل مهماز او العصا باب اولى انك تقول بدل ما تقول لحقتهم انا سانده سعودي، بتقول لحقتهم بدون ما استعمل المهماز او لحقتهم بدون ما استعمل العصا، مما يدل ان حصانه ما كان راكب بعصات. كان طبعا هو عاده القصائد ما هي واقعيه بقدر ما يتخيل اشياء، لكن قصدي لو كان يستعمل المهماز كان يقدر يقول ادركهن بدون ما يستعمل المهماز. اثبات سريع. طبعا لما اقول القصائد خياليه قصدي انه القصه اللي يقولها الشخص في القصيده نفسها مو شرط ما صارت، مو قصدي انه هو يتخيل وبالفعل فعل الاشياء هذه، بس قصدي انه زي الغزل او حتى وصف الخيل المبالغه موجوده، ان اعذب الشعر اكذبه او اكذب الشعر اعذبه، فيقول اشياء معينه يبالغ فيها ويقول اشياء معينه ما صارت احيانا. فلما هو خيال قصدي مو قصدي الكلام مو بواقعي، قصدي ان الشيء اللي قام مثلا علقمه لما قال ومراقس لما قال مو بشرط ان كلامهم صح، اصلا اثنين كلهم مو فرسان بالذات علقمه، يعني فقط شعراء. انك تلاحظ اغلب الفرسان الحقيقيين نادر ما يكون شعراء، اغلب الشعراء مو بشوف فرسان، مثلا عون بن كلثوم من يعني زعماء بني تغلب معروف من فتاك العرب، ترى قصيده واحده فقط صحيح انها مشهوره جدا المعلقات من المعلقات، لكن غيره ما عنده قصائد. عنتر بن شداد تقريبا هو اللي يجمع بين الثنتين بشكل قوي جدا، غيره ما في. طبعا لما اقول ما في قصدي ما في بشكل عام، يعني مهلهل افرس اشعار الشعراء وافرس العرب وغيره موجود، بس قصدي انهم عاده الشعراء المتميزين بالشعر، مثلا مهلهل معنا من اول الشعراء او من هلهل الشعر الى اخره، لما يجي ببالك الزير سالم او عدي بن ربيعه مهلهل ما يجي ببالك شعره، يجي ببالك قتاله حرب البسوس، هذاك حارث بن عباد وغيره، فهم شعراء لهم قصائد مشهوره، بس لما يجي ببالك يجي ببالك فروسيته. امرؤ القيس لما يجي ببالك انه شاعر معنا ملك من ملوك كنده، بس قصدي يجي ببالك انه شعره، لكن لما يجيك شخص تربط فروسيته بشعره نادر جدا، تحس ان الفروسيه فعل والشعر اقرب ما له، وانهم يقولون ما لا يفعلون كما ذكرت الايه في القران. فيعني الجمع بين الثنتين لحد ما صعب، موجود طبعا بس تحس انه نادر.